مع مجموعة الفريق، مع الفريق، مع المجموعة. نعم، هذا أنا بالنسبة لي المقياس الآن. أولوية. يعني مثلا لما قلت لك فهد المولد، أنا بقول يعني هنا أنت بتتكلم عن أداء فردي اللاعب، عن إمكاناته وعلى طاء. أنا بس يعني بس مجرد مداعبة، لأنه أنا أعرف إمكانياته، إمكانيات هائلة، لكن لما تيجي بالنسبة للعطاء هنا يختلف، لأنه التقييم دائما، وهذه هي المعادلة اللي دائما الناس يغلطوا. يقول لك يا أخي كيف تنسى اللاعب فلان مثلا؟ أقول له يا أخي أنا ما نسيت اللاعب فلان، اللاعب هذا إمكانيات هائلة، خليني أقول لك لاعب كبير وأحسن لاعب، لكن العطاء اللي داخل الملعب ما كان صحيح. فيه عطاء. صحيح. فأنت أنا عندي أول شيء إمكانات زائد عطاء زائد ظروف، الظروف هذه أيضا ممتاز. جانب آخر. فأنت هنا بالنسبة لعمر خليبين أكيد يعني مثلا بصراحة لو تيجي لواحد زي نواف العابد، مع احترامي أنا أشوف نواف العابد كإمكانات أفضل من خليبين، كإمكانات أتكلم عن إمكاناته الأصلية، أنا أشوف هذا المولد أحسن. يعني في عندنا لعيبة سعوديين أحسن من 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 لعيبة عرب، لكن العطاء غير، ما قدموا شيء. ممتاز. فعمر خليبين حسب إمكاناته زائدا عطاؤه إسهامه في وصول الهلال، أيضا في يعني حضوره مع منتخب بلده، أكيد يعني يستحق يعني. مع أيضا ولا تنسى جميل. بالنسبة لعمر، بالنسبة لعموري، إحنا ترى ما يعني ما تكرر عندنا فوز في يعني فوز لاعب أكثر من مرة، ترى في أوروبا يعني شوف بيفوزوا 3 مرات. صحيح. 5 مرات. خمس. نعم. بعضهم. طيب اليوم طبعا عموري تقريبا هو يسجل ايضا سكور جديد في الجائزه، انه ثالث موسم او رابع موسم على التوالي هو اللاعب الوحيد المرشح دائما، المرشح الثابت في هذه على هذه الجائزه، طبعا اخذها في مره وخسرها في مرتين. صراحه يستحق لاعب، انا اشوفه يعني لاعب حتى يعني تنطبق عليه حتى لما تقول لاعب عالمي، لاعب عالمي يعني عموري تنطبق عليه المعادله اللي قلت عنها اللي هي الامكانات والعطاء. طبعا امكانات وبيعطي، وايضا لكن يمكن الظروف، لما اتكلم عن الظروف يمكن الظروف احيانا ما بتساعد الظروف انه ينطلق الى مستوى اعلى. ممتاز. لكن صراحه يعني انت شوف تخيل يعني يلعب يعني في اي نادي، صحيح يمكن يعني الجسم دائما، هذا الجسم مره مهم، هذا يعني يكاد يكون عائق بالنسبه لنجاحات اللاعب العربي او اللاعب الخليجي تحديدا في الخارج. على طاري البنيه الجسمانيه، ما اتوقع انه عموري بنيته الجسمانيه افضل حتى من لينجارد اللي البارح سجل هدف مارادونا يعني مع مانشستر يونايتد، لاعب عصا. صحيح، بس لا تنسى هي ما هي بس مساله طول 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 بس، لكن في ايضا حتى بالنسبه للعضلات، حتى بالنسبه للتحمل، لكنه لاعب كبير يعني ممتاز. فعلا يستحق انك تشوفه في اوروبا يلعب مع، يعني تتمنى انك تشوف واحد زي ده في اي فريق. صحيح. من الفرق الكبيره. صحيح. زي محمد صلاح وكذلك النني. نعم. ومجموعه متواجدين. صحيح.